السلام عليكم إخوان والأخوات الأحرار والحرائر. جاء اليوم الموعود، يوم الحسم. ابتداء من الساعة 2 ظهرا تنطلق الاجتماعات التاريخية الحاسمة بين النقابات وبين مدير إعداد الميزانيات القجع واللجنة التابعة له، لجنة المالية، من أجل تسوية جميع الملفات العالقة ستكون بين أيديهم، وأيضا العرض الأخير الذي لا محالة سينصف شيوخ التربية والتعليم وينصف جميع الشغيلة قاطبة. فتحية نضالية لجميع الأحرار والحرائر دور 120.